أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس إذا علم أن هناك صلاة استسقاء فإنه ينوي أن يصوم ذلك اليوم تقربا إلى الله تعالى. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض الناس إذا علم أن هناك صلاة استسقاء فإنه ينوي أن يصوم ذلك اليوم تقربا إلى الله تعالى، فهل هذا مشروع؟ لا، الصوم من أجل الاستسقاء ليس مشروعا إلا إذا وافق يوم الاثنين ويوم الخميس، أما أن يصوم من أجل الاستسقاء، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء والاستغفار والصدقة عند الكسوف ولم يأمر بالصوم. نعم.